نيفر ويبر بن، نيفر ويبر بن. قد ايه حلو البيت ده، قد ايه حلو البيت ده. نفر، ادي علامة نفر، نون في ري، صوت واحد يعني علامة واحدة، التلاتة تنطق مرة واحدة، نفر، ويأكدها لي بالفيه والري في الآخر. يبقى دي نفر معناها ايه؟ حلو جميل. وي كم، يعني قد ايه، قد ايه حلو. هنا وي بعد نفر معناها كم جميل، قد ايه حلو. نفر وي ده طريقة جرامر، طريقة قواعد بيستخدمها المصري القديم عشان يعبر عنها على قد ايه حاجة عجباه. نفر وي قد ايه حلو، قد ايه جميل. بعدين دي كلمة بير مشهورة جدا، ادي بير، علامة بير. بير يعني بيت، مقصودة بذاتها. بيقول لي ايوه انا اقصد بير دي بذاتها، ما تدخلها ليه اللي بعد، يعني ايه هي مقصودة بذاتها، يعني اللي بعدها مش تبعها. يعني دي كلمة جديدة، الكلمات الجديدة اللي بعدها، الكلمة هنا بتخلص. يعني بير مقصودة بذاتها. بير طب معناها ايه بذاتها؟ معناها بذاتها معناها بيت، يعني مش هتبقى مثلا بعدها ت فتبقى بيرت مثلا معناها خروج، لا هنا بير العلامه دي مقصوده بذاتها. واحيانا كمان بيحط لي الشرطه دي عشان ايه؟ يملى مكان الفراغ. يبقى نفر وي قد ايه حلو، بيت، الكلام لسه مش مفهوم، نكمل نفهم. بي نون بن ده، اه كده اتفهمت، بير بن البيت ده، بير بن، بن يعني ده، وبر يعني بيت. بير بن البيت ده، وقبلها نفر وي قد ايه حلو، كم هو جميل. يبقى نفر وي بير بن، كم هو جميل هذا البيت، قد ايه حلو البيت ده. نفر وي بير بن.